سلندر بقوة 600 حصان 600 حصان بقى كيف ال ديربو شوف ال في الدار هيك بعدلوا السيارات هون عندنا بعدلوا السيارات اللي بيأمنوا شيء التربه هذيك اليوم لازم لو جيت الاسبوع الجاي بلكي رميت لك نشوف السياره رن علي شو السياره زي هاي للداخل اشتغلت السياره موتور بيعمل سلندر 700 عجل 700 العجل في واحد سوى هون 800 واحد من بلد من دالدو في القاسم؟ لا من دالدو في كرم تجيبوا نعمل فيديو عليه والله بجيب لك اياهم جيب لي اياهم بلمي لك اياهم كل اياهم جيب جيب كلهم كلهم اياهم اصحابي كل اياهم نعمل فيديو بس هاي ولا سياره بس انت لو ننسى اربعه في اربعه وهالكبد السياره اصلا من كثر ما انكهروا منه جابوا له شغل سيارات جابوا سبع لا 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 طفشوه من الدراك في الاخ لا طلعوه قالوا له انت بتزبطش اللي سرخهم كل اياهم